نبداو بلو بلا ديالنا إيه؟ نسحقو طماطم تكون شابه. هذا الطبق يندار بخومي جوغ تاع الصيف في العام، هو طبق فرنسي يندار في اول يوم في الصيف، يخيروا الطماطم هذيك الشابه الكبيره هذيك الشابه وكبيره تكون فريمون ملحمه وحمراء، نتقبوها وتكون شاده روحها، ما تكونش شاده روحها، ماشي معناها راني حنطيبها معناتها نديرها. مازال عندك نفس في الطبخ؟ مازال مازال ضيعتي كثير من بال قلت لك كنا نتعلموا منك ناديه. الله يسلمك، شكرا، سان في بليزير. وهذه الصغيره واش راح ديري بها؟ شبعت نديرها ديكوراتيف كي تجيبها لك تقعد هكاك صغيره تجي بزاف تركز بزاف ناديه، شوفي على الديكور والاتيكيت في التقط ان شاء الله عليها. قلت لك نسحقوا لهنا لا طومات، نسحقوا كميه من اللحم، يقدروا يديروها بالدجاج، هي الوصفه الاصليه باللحم، ونسحق كميه مليحه تاع البصل. حندير اون صوص وندير لافاخ، نسحقوا حبه فلفل احمر نديروها مع لا صوص باش تمد لنا الحلاوه. تنحينا لاسيديتي تاع الطماطم. هو الطبق الفرنسي هذا يندار بالطماطم، نقدروا نديروا بالفلفل اكيد، مي ما توليش طماطم تولي ظلمه، فلفل محشي تولي ظلمه، سي نقدروا نديروها باسكو هي تبدل برك، نقدر نرافقوا ثاني معاه البصل. اوكي، حنا هذه الحبه تاع الفلفل الحمراء علاش نديروها؟ باش الحلاوه تاع الفلفل تمتص لنا هذيك لاسيديتي تاع الطماطم، الحموضه تاع الطماطم. فوالا، هذا القلب تاع الطماطم اللي فرغتها كامل هنايا، نحيت منه زريعه وخديت غير القلب. اكزومبل هذا الطرف الابيض انا خليته باش نوري لهم برك، هذا الطرف راني حنحيه ماشي حنخليه لانه ما راهش رايح يطيب لي. نسحق الزيت، نسحق كميه مليحه تاع المعدنوس، الثوم، فلفل الكحل، فلفل الكحل والملح. نحق الثوم هكا اون شوميز يقعد هكا نرميه في المارق كبير باش نزين به او ميم طون يطلق البنه. فوالا، باغ كونطخ في الحجم نسحق غير سنينه، نسحق اعشاب عطريه باسكو انا نقولوا طماطم محشيه الا بروفانسال زعيتره وراند كامل لانه فيها صوص حمراء، دونك نسحقوا الاعشاب العطريه ولا لي زارب دو بروفانس. كوم هو طبق طماطم بروفانسال دونك لازم يكون هذا هو المكون الاساسي في الطبق ديالنا. أوكي، يندار في الصلصه وفي الحشو ويندار من الفوق. فوالا، شنو حندير؟ حنخدم لا فارس ديالي، راني حاطه طرف خبز يتشمخ لي على غير العاده، انا ما نديرش الروز وندير البيض تلبيها بالخبز، بالخبز منها تزكيها منها يجي طري. هاد لاسيس اكتشفتها عندي عام وليت ما نبدلهاش. طرف اللحم في المتوم في البوراك في كلش، طرف خبز تشمخو في الحليب تعصرو تخي تخي بيان وتزيدو اللحم ما تعرفش كاع واش راك تاكل، شكون داك اللحم يجي فغيمون طري. ندير البصل، كانوا زمان عباك واش يديروا باش يطريو اللحم؟ يديروا العظم تاع التمر، العظم يديروه في مع اللحم بكري ولا في وين كاين اللحم يرميو العظم؟ يديروه باش اللحم يطيب يجي طري، شغل شغل طبيعي احسن ما دير هذيك. صح، كاين اللي يديروا مغرف تاع اينوكس، كاين اش بخيفير العظم تاع التمر احسن كما قلت. دونك البصل راني حندير كميه هنايا وكميه في المارق في الحشو وكميات مليحه في الاخر. قلت لك المورسو تاع الخبز نعجنهم مليح مع المعدنوس، ملح، فلفل الكحل، سنينه تاع الثوم، نعجنهم. ومن بعد واش ندير؟ ناخذ كميه تاع الرز خفيفه هكا ميم با ملعقه، نديرها لهنا في لو فون تاع الحبه تاع الطماطم على ومن بعد باش يشرب لنا الماء. الطماطم هي طيب وتطلق الماء، طيب وتطلق الماء، هذاك الرز شو يدير؟ يشرب هذاك الماء باش الحبه تاع الطماطم ما تطيحناش تقعد هي فكرة. ومنها هذاك الرز يطيب بالماء هذاك الماء تاع الطماطم. ومن بعد باش ندير الحشو لهنايا، الحشو كيفاش حنديرو؟ ندير طبقه تاع اللحم، طبقه تاع جبن، طبقه تاع اللحم، ومن بعد باش نزيد الجبن. درتو يتكونجلاش باش يشد روحو يجي شباب غابي. ومن بعد نديرها طيب لا لو فون لا باس تاعنا واش حتكون؟ حتكون هاد الطماطم، البصل، وهاد الحبه تاع الفلفل، ندير لهم ملح، فلفل الكحل، نرمي فيهم شويه تاع الرز، هادو يدخلوا الفور. فوالا، نحط فوقهم الحبيبه تاع الطماطم ونديرهم في الفور. الله الله، شهيناكم بالجنه مشاهدينا.